اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل تجاهل قصتهم على تطبيقكم إيمو. نقوم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الأمن والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على القصة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تجاهل قصتهم، وهنا يتم تجاهل أي جهة الاتصال. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.